أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: صليت أكثر من 10 سنوات في مسجد أمامه مقبرة، فهل صلاتي صحيحة؟ إذا كانت المقبرة متصلة بالمسجد فلا تصح الصلاة، أما إذا كانت منفصلة عن المسجد في فضاء أو في طريق بينها وبين المسجد فالمسجد تصح الصلاة فيه. لكن بالنسبة لك أنك تقول 10 سنوات تصلي وأنت ما دريت ولا علمت، صلاتك صحيحة إن شاء الله، تعذر بالجهل ولا تعود لمثل هذا. نعم.